دلوقتي رايحين، احنا الاعتصام زي ما انتم شايفين على جنب خالص، والامن المركزي هو اللي قافل الطريق، وفوجئنا ان قوات الشرطه والداخليه قافلت الطريق بره وعملت تحويله للسيارات، وتفاهم الناس ان الثوار او 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه هي اللي قافله الطريق ومنعهم ده مصالحنا. فاحنا بس هنروح نسال ونشوف الضابط ده قافل الطريق ليه، يعني احنا عايزين نسال هو قافل الطريق ليه، من الطريق مفتوح والاعتصام موجود على جنب على الرصيف على جنب خالص والدنيا كلها مفتوحه، بيوصلوا للثوار وبيوصلوا للناس صوره غير اللي حاصله خالص. يا حضرتك قبل الطريق المطار حضرتك الاحتصام على جنب. ايوه دي تعليمات. ايوه دي تعليمات ايه بقى عايزين نعرف؟ تعالى بس احنا بنتكلم.